السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر كي راكو بيان، تراكو لاباس، كي راكو بخير. على بالي شتو كيفاش راح يكون، مي اليوم راني تحت المطر، المطر راه دايره حالة، ما حبستش ما حبتش تحبس. ورانا راح نديرو فلوق واحد آخر في لاماليزي اللي نهضروكم على واحد البلايص اللي ماكش تلقاهم في لاكارت. هادي دا هادو دو لي زاجونس توريستيك ماكش يهضروكم عليهم. رانا هنا مع ينوتر يوتيوبر اسمها سوية جمال. سوية جمال من اليمن اللي جات لاماليزي عندها أكثر من شهرين دركا. كونتاكتاتني حبت تروح تشوف لي زوريجينات على ماليزي اللي هما لي زوراناسلي. لي زوراناسلي هادو هما السكان الأصليين، تقدر تقول لي زابوريجان تاع لاماليزي، اللي كانوا ساكنين هنا في لاماليزي قبل ما يجوا الناس، قبل ما يجوا العباد، وقبل ما يجوا بزاف صالح لاماليزي. الخرجة هادي واش راح يكون فيها؟ راح يكون فيها راح نعيشوا الحياة تاعهم، نباتوا معاهم، ناكلوا ماكلتهم، نشوفوا واش يطيبوا، واش ياكلوا، اسكو ياكلوا غير الروز، اسكو يطيبوا حوايج وحدين اخرين، الزراعة تاعهم كيفاش تكون، كيفاش يدخلوا دراهم، ولادهم كيفاش عايشين، هما كيفاش يهضروا، اسكو يهضروا ماليزية، يهضروا انجلي ولا يهضروا لغة واحدة أخرى. كاع الناس يهضروا انجلي في ماليزي، شي كاع كاين شويه اللي ما يهضروش فرونسي. ها فوالا هاليك سميه وراهي ويلي. المهم راه قاعدة تلعب بالماء، تلعب بالماء تيتهل صغير، وانا نستنى في المطر تحبس اون فيت باش نعاودو نرجعو. شي از فلوغين تو، حتى هي راها تفلوغي. و اتس ويرد، اتس ويرد تقعد تشد كاميرا وواحد اخر شاد الكاميرا. The sound is gonna be crappy, but. Yeah. So, Sumaya Jamal, اللي حتكون معنا في الفيديو هاي. And we're gonna try to discover the life of Oranasli and how they live. Yes. But also another part of Ipoh, the chilling part, not the city part and all this. باش تفهموا مليح، لميت الباكاج تاعي، هزيت ساكادو صغير وقلعت لاكار تاع بوتراجايا سنترو باش نروح لديبو. وين طلعت في امبوس لي فريمون مرتاح، تقدروا تشوفوا بلي ليسباس تاع الرجلين يكفي، مام عبد لي شويه طويل يعني كيما انا. قول على بالكم شري فيها سناكس وشويه ماكله لبري، ما بيان سور باسكو راني نسيي ندير ريجيم باسكو سمنت الايامات الاخرين هادو. البوس كان فريمون فارغ، ما كانش فريمون غاشي، مي فتنا قبل تي بي اس. تي بي اس اللي هي لاكار الكبيره تاع كوالالمبور، يعني اي ديستيناسيون راح تروحوا لها في ماليزيا راح تفوتوا لاكار هادي باش تروحوا لا ديستيناسيون تاعكم باربيس. رانا نقولوا حبسنا في تي بي اس، هزينا الباقي تاع الغاشي اللي كانوا رايحين لايبو، ايبو قلعنا لايبو. في ايبو بديناها بالماكله بيان سور. Raggy. Yeah, bro, I'm on diet, bro. Raggy on diet. Look at yeah. this. Yeah. Diet. Oh. on diet. Makan, makan. This is how the diet looks. Hey, you got this again? Yeah. Are you eating? Bon, في إيبو عندك ارخص ماكله اللي قادر تلقاها في ماليزيا. كامل هذاك البلاد اللي راكو شايفينه قريب كامل 6 موين تاع 5 رنكيت، 4 5 رنكيت، يعني 1 دولار لكامل هذيك الماكله، يتشبع لاي انسان وعبد يكون يعني نورمال. عندك زايد اون بواسون، زايد شويه حلوه باطل من عندهم، والماكله باليدين كما راكو تشوفوا، يعني غنجق وكول يا مواطن. ربع ساعه I mean, how's the food? Food is good. Agi? Good, bye, Agi. Tell us about today's plan, Agi. Today's plan. We are going to Kampung Cho. Cho, this is our guide. All the way from Yemen, she's carrying the bags today, showing us the way. I mean, he's the bodyguard to make sure there's no armed robbers, no robbery and shit. And okay. we are transporter. I'm the videographer. I'm Amin today. We are transporter, and he's the king. Yeah. King of no lah. I'm the driver. Oh, driver. driver. Okay. I'm not only have a license here.
Alright. So this, she's gonna show you how to eat with hands. Yeah. Okay. Oh, you're eating with your hand. No, she's got a very unique way of eating the rice. Because I don't know how to eat with my hand. So very good. I'm just trying. Very good. Even if in Yemen they eat with hands, bro. I mean, not anymore. I haven't eaten with hands. Okay. But in villages, maybe. Alright. Okay. Don't clap. Better than this Thai guy. Thai guy eats with his feet. It's a bit different. Show us, please. بيان سور غير كملنا الماكلة عمرنا كروشنا جاتنا هذيك شوية الناس عمي قلنا والله نطلعوا في الطوموبيل وندخلوا لجانجل تاع ايبو باش نتلاقي مع الاوراناس اللي دوك تشوفوا كيفاش رحبوا بينا في دارهم وعندهم في وسط الغابة. Three first. Yeah. Okay. So Maya learning how to do the dance. Bate salutation. So it's three. One, two, three. One. Three. One, two, three. Yeah. Then shake hands. Okay. Well, I'm in the film, man. I mean, I got two small. Too small. Okay, Sumaya here just learned like the hard way, بلي شامي دير فينا لمان كي نعودو انا بافين و اجي باسكو قلنا لها بلي كاين واحد الرقصه يديروها كي تلاقاو الاوراناس لاول مره هي ما كانش معروفه كي تلاقاو الاوراناس اول مره قول لهم السلام عليكم لان اكثريتهم مسلمين هذه هي يا لتان دي يمن يمن dari Yemen. Dari bina ada jauh dia nak merasa kira orang asing macam mana. So Amin tolong bawa dia. Oh ya. Tak tahu cakap. Later when we leave, you guys communicate lah. But do we have a translator? Yes, Amin. Amin? And the translator? بون غير باش نفهمكم الاوراناس اللي هما السكان الاصليين تاع ماليزيا عايشين على طريقه القبائل يعني عندهم تشيف تاع الفيلاج هذاك اللي عايش مع فاميلته وكل فاميلي عايشه في دار وكامل عايشين في قريه صغيره اللي جايه داخل الغابه هذا اللي بتنا عنده اليوم هو تشيف تاع الفيلاج هذا تاع كامبونغ تشو اللي جاي في ايبو اللي عرضونا على يعني عشاء طيبونا في لي سبيسياليتي تاعهم من سمك و وخضره ولي بواسون تاعهم يعني ورحبوا بنا حسن الترحيب يعني على كل حال والحمد لله هذيك الليله كلينا حتى قلنا عليه الاتموسفير ويعني تحس هكا راك في وسط فاميليا وعايش التجربه الكامله ماشي هذيك زعما تاع فواياج تبات في اوتيل وصباح تلاقى مالين البلاد حنا عقبنا نهار كومبلي مع مالين البلاد تاع الصح يعني الاوريجينال القدم كاع ماشي هادو جدد Amin ya rabbal alamin. Amin.
غدوة من ذاك نضنا الصباح بو ما ضناش بكري باسكو كنا رقدنا شويه روطار ريحنا قصروا معاهم ريحوا فهمونا لا ديفيرونس بين اللغه الماليزيه اللي هي البهاسا ملايو والبهاسا اوراناسلي اللي هي اللغه اللي يهضروها هما كاوراناسلي واش هي الفروقات واش هي العلاقه اللي كاين بيناتهم ولقينا كاين بزاف كلمات اللي مقتطفين ولا جايين من اللغه العربيه يعني اي واحد يهضر عربيه قادر يتعلم الماليزيه تمتم ماشي حاجه كبيره يعني قادرين نضنا صباح دراري لعبوا قدامنا شغل وتحسهم باللي ما مش مجانيين باللي عندهم ضياف ولا انا ما نقولش باللي كانوا يجينيو فينا مي نو كانوا خلاونا تلمو على راحتنا وخلاونا نحسوا ان نورمال رانا ضياف مي رانا مومبر من لا فامي تاعهم. الساحة من موراها خرجنا من كامبونغ تشو رحنا كامبونغ واحد اخر كامبونغ اللي معناتها قرية في ماليزيا رحنا لكامبونغ تونغان كامبونغ تونغان اللي فيه تشيف واحد اخر فيه عائلات واحدين اخرين فيه طريقة عيش واحد اخرى وين درنا انترفيو درنا انترفيو مع تشيف تاع الفيليج سينا كيفاش سقسوه لي كيستيون اللي رانا حابين نعرفوهم انا وسمية كنا نحضروا الواحد دوكيمونتير هذا اللي عن قريب ان شاء الله راح نبيبليوه نبارطاجيوها معاكم اللي مفولويني في انستغرام على بالهم باللي صافي قريب سمعتي من نهضر على واحد الدوكيمونتير ونوري لهم بلي انا قاعد ندير في المونتاج والصون واكسبورتي وعاود اكسبورتي وبدل كولور جريدين هادو الصوالح كامل هادو مي ان شاء الله راح يعجبكم الدوكيمونتير هذا نبارطاجيوه غير يكون عندنا لو درون ان نبارطاجيوه معاكم كامل بارطاجيه في لاشين يوتيوب تاعي وسميه ثاني راح تبارطاجيه وما تنساوش اضرب وطلع لي فواياج تاع سميه باسكو سميه هي طفله لي فواياجي ثاني بارتو في لوموند راحت للمالديف باك باكينغ راحت لبزاف بلدان كانت مشاركه في ساديم اثنين اذا الناس اللي تعرف ساديم بالك واحدين ما يعرفوش ساديم اي بوي عندها واحد الطريقه تاع الفواياج شويه سبيسيال دونك تفرجوا على لي فيديو تاعها تلقاو لاشين يوتيوب تاعها لتحت وانا نقول لكم ان شاء الله الخطره الجايه راح نسي ونبارطاجو معكم بلوس على فواياج كيما هكا اذا كانوا يعجبوكم لي فواياج كيما هكا بيان سور اذا ما كانوش يعجبوكم هبط لتحت قول لي امين غير خطك كمل ورينا وجهك كيما موالف وهضر وما كان له تبدلنا الفويس اوفر هذا اللي ما نعرفوك وين راك ما نعرفوك واش راك تقول هكا خاوتي تهلا في رواحكم على بروشين ان شاء الله ما تنساوش البارطاج تاع الفيديو ان شاء الله اهبطوا لتحت كومونتي وديروا جامده عجبتكم ما ديروا الجامده ما عجبتكمش سي با لا بين نوفيق من الاخر هكذا ايوا على خير السي.